أنا أم محمد من بابا عمر، اعتقلت بال2013 بالشهر الرابع. كنت طالعة، كنت بالوعر وطالعة على منطقة الفرقلوس عند دوار 8 آذار. وقفني الحاجز، أخذ هويات الجميع وهويتي أخذها وما رجعها. بعد ساعة عم قال لي انزلي، وأنا على حضني بنت رضيعة كان عمرها 3 شهور البنت. قام قال لي انزلي معانا. قلت له خير شو عاملي؟ قال هلأ بالفرع تعرفي انت شو عاملي. قلت له والبنت؟ قال البنت برية، خديها زتيها تصطفلي، دبري حدا يجي ياخدها. أخذ جوالي وصار يفتش فيه، فتش بالجوال، الحمد لله رب العالمين إنه ما لقى شيء بالجوال. قام قال لي ما لك حدا ياخذ البنت؟ قلت له عندي رفيقتي بالمخيم الفلسطيني. قال حكي معها، معك ربع ساعة حكي معها تجي تاخذها أو بدي زدت لك إياها بالشارع. حكيت معها، تأخرت المرأة عن الربع ساعة، أخذ البنت مني وصار يهددني إنه بدي زدتها برا بالشارع. رديت اتصلت فيها قالت لي ليكيني أنا جاي على الطريق. شوي اجت المرأة أخذت البنت وهي عم ترضع على صدري. أول يوم أخذوني كلب جوني وحطوني بسيارة، سيارة مغلقة شي 4-5، ومن عيد الشتم والمسبات ومن عيد رفسني هيك بإجره. المهم أخذني أول يوم على السياسية، فرع السياسية، أخذوا الأغراض مني، جوالي، جزداني أخذوه. صار شيء أول ما فتت طمشوني، أول ما فتت قال أنت وحدي، شتم كتير. خلوني ليلي بالسياسية ما حققوا معي. تاني نهار طمشوني وطلعوني، ركبوني بسيارة وأخذوني، ضليت شي ساعة وأنا مطمش، لفتت على محل تاني. قال لي أنت بتعرفي وين جاي يا كلبي؟ يا ما خلى علي. قلت له ما بعرف وين جاي. قال أنت جاي هون فرع الجوية، أنت عم تساعدي المسلحين، أنت عم كنت بمشفى ميداني تشتغلي. شتم كتير شتمني، أنا خفت هون وأنا قلبي عند بنتي. صار دفشني بالبارودي وفوتني جوا، فوتني على محل هيك عتم. قام أجا قال لي هلا أنت هون اليوم إن شاء الله اليوم إعدامك، خالصين اليوم. حط البارودي براسي وأنا مطمشة وصار يهددني. فوتني على الفرع على محجع هيك صغير وضليت فيه، ما في ضوء ولا في شيء خالص خالص. ضليت ليلتين فيه بالهذا المحجع، وبعدين طلعني فوتني على محل تاني كمان. هون اسمع التعذيب العالم، اسمع شلون عم ياكلوا قتل، اسمع شلون عم يصرخوا. ثالث يوم شي الساعة 3 الصبح طلعني، قال لي طالبك المحقق هون، حط لي الكهرباء. قال لي ليك الكهرباء جاهزة إذا ما بتحكي. قلت له شو بدي أحكي؟ قال أنت مساعدي للإرهاب، أنت كنت تشتغلي مشفى ميداني، أنت عم تساعدي الدكتور محمد، انت المهم مالك مخلاه شغلي الا مالك مشتغلتي اياه. صرت انكر، عم حط لي ايدي على الكهرباء، كهربني وضربني وشتمني كتير. هيك ما حكيت، رد اخذوني، رد جابوني تاني مره عذبوني.
وانا اشوف العالم شلون عم تاكل قتل، والشباب شلون عم يموتوا، يقتلون يقتلون يقتلون، بعدين يكتوا عليهم مي يردوا يصحوا يردوا يقتلون قدام عيني. انا شايفه، انا هون لا اعرف الليل لا اعرف النهار، ما بعرف شيء خالص، ما بس عتمي. يجيبوا نسوان بالليل اسمع اصواتهم بس، يعني هاي المنفردي كلمين بمهجع منفردي، هني بيسموه منفردي، ما حد بس اسمع اصوات بكي وتعذيب. هيك خلاني بعد ما كهربني خلاني ليلتين ورد طلعني من عند الضرب، يفوتوا يبزقوا ويشتموا ويضربوا ويطلعوا. اجت وحدي بالليل، هاي بعد باسبوع صارت قد ما قتلوها صارت تدخل عليهم دخيلكم. اجيت انا من جوا المهجع صرت صيح وسب عليهم بعد ما عذبوني كثير، سبيت عليهم قاموا ردوا طلعوني وقتلوني، قتلوني كثير. ضليت فترة طويلة وأنا مرضاني، قد ما قتلوني مرضت، ما عاد أحسن أشوف بعيوني من العتمة. المهم ردوا طلعني قال لي أنت عم تنقلي سلاح من جوبر، من بساتين جوبر لبابا عمر، أنت مع ما خلا مسبي، ما خلا شيء إلا ما حكاني إياه. بعدين مع القتل والضرب اعترفت بكل شيء، قد ما ضربوني وقد ما عذبوني حكيت كل شيء عندي، انه وين كنت قاعده جنب المشفى. وبعدين جابوني طمشوني وبصموني عوراق ما بعرف شو فيها، بصموني اربع خمس اوراق ما بعرف شو هي. وفي واحد قال لي والله لدختي خيب هون عندنا بالحبوس يا كلبي، بعد يومين ان شاء الله مرحلينك على الشام، انتو حشرات، انتو جراثيم، انتو بدكن حريه، انتو بدكن الموت. ويدعس علينا، جابوا واحد يحطوها معي يدعس علينا بكندرتو على الرايحه وعلى الجاي ويسب علينا. هيك ضليت على هالحاله هاي شهرين وانا بالفرع، كانوا اهلي عم يدبروا لي طلعه، دفعوا مبلغ منيح لحتى حسنوا يطلعوني. بس تعذبت كثير كثير تعذبت، ومن عيد اللي جوا اللي عم يتعذبوا.